اليوم نحن في بلدية بليمو، بلدية لولاية بوجبعريج. لما نقول الرقم أنا دخلت لهذه البلدية بمعنى أنه الإدارة الجزائرية خاطت خطوات عملاقة في مجال الرقمنة، وهي تقتحم ملف جديد ألا وهو العقار ومسح الأراضي والحفظ العقاري وأملاك الخاصة للدولة وأملاك الخاصة. وكذلك اقتحمت بلديات يعني نقدر نقول يعني خارج المدن الكبرى. اليوم افتتحنا هذه العملية المسح الأراضي بالأشغال تاعها، وافتتاح فرقة مسح ببلدية بليمور، مسح حضاري بإمكانيات متوفرة لدينا بشعار الرقمنة، حيث بين أسماء الرقمنة هي السرعة والدقة في العمليات، وكذلك المحافظة أولا بين المحافظة على الأملاك الشعار، المحافظة على أملاك الدولة، وكذلك القضاء على البيروقراطية. إجراءات ما شاء الله الاستقبال ما شاء الله، ثم يعطيك العقد الدفتر العقار نتاعك، وهذه قدام سنة وحنا نستناه والحمد لله.